تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات على أصحاب المنشآت الصناعية، أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والاكتفاء بتقديم إيصال سداد رسوم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها ما زال مستمرا وفقا للشروط والضوابط الممنوحة بموجبه الترخيص. ويهدف القرار إلى التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، ويأتي أيضا في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة بالتسهيل للمصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.